بطريقة غريبة اختفى عن المشهد العام تماما ولم يظهر قط منذ صيف السنة الماضية. لقب بالذئب المحارب ونسجت حول اختفائه العديد من الشائعات والتكهنات. نتحدث عن وزير الخارجية الصيني السابق تشين جانغ. صحيفة واشنطن بوست الأمريكية نقلت عن مسؤولين سابقين أن تشين جانغ أصبح يعمل في وظيفة ذات رتبة متدنية بدار نشر تابعة لوزارة الخارجية. بحسب الصحيفة هناك سببان لإسناد تلك الوظيفة لتشين جانغ، هما الإشارة إلى أنه أصبح خارج العمل السياسي والمشهد الرسمي، وفي نفس الوقت التأكيد على عدم وجود نية للزج به خلف أسوار السجن. الوزير السابق كان أحد أهم المقربين من الرئيس الصيني شي جين بينغ، ووصل لمنصب وزير الخارجية بسرعة قياسية، وبعد 5 سنوات تمت ترقيته إلى مستشار دولة. لكن ما قصة هذا الرجل وما سبب رحيله الغامض؟ كريستوفر جونسون المحلل السابق في وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية لشؤون الصين كشف أن الصعود السريع للذئب المحارب أزعج زملائه الذين اعتبروا أنه يتفوق عليهم، ولهذا السبب تآمروا للإطاحة به. لكن خبراء في الشأن الصيني أكدوا أن سبب إبعاده هو وجود علاقة خارج إطار الزواج مع صحفية تلفزيونية معروفة، وأنهما أنجبا طفلا على الأراضي الأمريكية. ثم انتشرت شائعات بأن بكين كانت تشك بأن زوجته سربت أسرارا إلى جهاز استخبارات أجنبي. ورغم عدم إثباتها كان الوزير نقطة ضعف أمنية لنظام الحكم، ولا بد من سدها بأي ثمن.